السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الفيديوية الثانية لطلبة المرحلة الرابعة الفرع التطبيقي لمادة التحليل العقدي. موضوع محاضرة هذا اليوم الconformal mapping. فنبدأ بإعطاء تعريف أساسي ومبسط لمفهوم الconformal mapping. نبدأ بتعريف الدالة العقدية W equal of Z. هي دالة لها منطلق ولها مستقر. منطلقها فضاء العقدي ومستقرها فضاء عقدي، وبمعنى آخر منطلقها Z plane ومستقرها W plane، حتى نقدر نتواصل مع مفهوم الconformal mapping. إذن نقدر أن نأخذ أيضا دومين معين أو منطقة معينة نسميها أوميجا 1 وأوميجا 2. أوميجا 1 في Z plane وأوميجا 2 في W plane، وبذلك يكون تعريف الدالة F ينطلق من أوميجا 1 إلى أوميجا 2، بمعنى من Z plane إلى W plane. متى تكون هذه الدالة العقدية هي conformal mapping؟ تكون الدالة العقدية conformal mapping if its preserving angle and orientation of angles between oriented curves. ماذا يعني هذا الكلام؟ معناه أن عندما تكون الدالة العقدية تنقل الشكل الموجود عندنا في الزت بلين إلى الدبليو بلين بشكل تحافظ على زوايا هذا الشكل وعلى مسارات تلك الزاوية وعلى الأضلع التي تحيط بالزاوية من حيث المسار والتي تقابل هذه الزاوية، يعني تحافظ على قيمة الزاوية وتحافظ على مسارات الزاوية وتحافظ على كل ما يحيط بالزاوية من مسارات، تحافظ على اتجاهها إذا كان باتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة وإلى غيرها. وكأنما يعني الشكل ينتقل من Z plane إلى W plane كما هو. في هذه الحالة تسمى conformal mapping. بمعنى أدق أو توضيح أكثر لهذا المفهوم، لو نأخذ كيرفين C1 C2 ومتقاطعين في نقطة Z not في Z plane، طبعا هذا الشيء موجود عندنا two curves C1 C2 متقاطعين في Z not في Z plane، وعندنا F هي دالة عقدية. راح تبدأ هذه الدالة حسب تعريفها طبعا بنقل هاي الكيرفين المتقاطعين في Z not إلى W plane، فراح يكون عندنا F C1 F C2 متقاطعين في F Z not. فنلاحظ أن الزاوية هي الزاوية نفسها واتجاه الزاوية نفسه والمنحنيات أو الأضلع التي تحيط بالزاوية هي ذات مسارات متطابقة لما موجود في الـ Z-plane. هذا هو مفهوم الـ conformal mapping. بمعنى الدالة العقدية تسمى conformal mapping أو تسمى preserving angles. يعني من نقول دالة عقدية preserving angle، رأساً يجي على بالي أنه هذه الدالة هي conformal mapping. هذا أول تعريف وجد للـ conformal mapping. نأتي إلى ثيورم. هذه ثيورم جدا أساسية ومهمة، وحقيقة إلها أثر كبير ودور كبير في التطبيقات الفيزيائية والهندسية، وأطت مفهوم أبسط من التعريف السابق. لكن لو نلاحظ أن البرهان مالتها مثل ما راح نشوف استخدم التعريف في إيجاد برهان هذه المبرهنة. فالمبرهنة تنص وجود هولومورفيك فاكشن analytic فاكشن of Z تكون conformal mapping at every point Z not in its domain such that F prime Z not not equal to zero. بمعنى الدالة التحليلية تكون conformal mapping إذا كانت مشتقتها عند كل نقطة في الدومين اللي انطلقت منه هذه المشتقة لا تساوي الصفر. إذا نبدأ البرهان بأخذ C1 C2 two curves يكونون smooth، يعني مستمرة هاي الكيرفات عندها استمرارية، عندها خاصية الاستمرارية، لا بها سلت لا بها قصب، ما بها أي شيء يؤدي إلى ظهور singularity. هذه الكيرفات حتى أفهمها بشكل جيد راح أمثلها ب Z1 of T Z2 of T، أي دوال أو ببرامتر معين وأعطيها في التسمية هذه C1 وC2، وكأنما هي إزاحة، دالة للإزاحة. يعني Z1 of T أربط البرامتر مع متغير T، وأربط Z2 مع متغير T. T هو الزمن، والزمن أحدده -1 1 يعني كفترة مغلقة، وأبدأ أشتغل على ذني المنحنيات الموجودة عندي C1 وC2 اللي اعتبرتهم الآن هم عبارة عن دوال للإزاحة. إذن راح يبدأ مفهوم هذا البرهان بمفهوم له طابع فيزيائي. نبدأ نعرف أنه C1 وC2 متقاطعين في نقطة Z not. راح نبدأ نشوف دور الF. راح تبدأ الF بنقل C1 وC2، راح يكون F of C1 يساوي F of Z1 of T، وأفف C2 يساوي وأفف C2 العفو يساوي أفف Z2 of T.
وأيضا نقطة التقاطع ستنقل من زت نوت إلى أفف زت نوت. إذن هاي كبداية. إذن أصبح عندنا أفف سي 1 مثل ما واضح هنا، أفف سي 1 يساوينا أفف زت 1 يساوينا دبليو 1، وأفف سي 2 يساوينا أفف زت 2 دبليو 2. بعد هذا حتى ندخل على مفهوم، وأيضا طبعا وأيضا حكينا على نقطة التقاطع، الزت نوت الموجودة في الزت بلين أصبحت أفف زت نوت، يعني بمعنى تساوي دبليو نوت حسب تعريف طبعا الدالة العقدية اللي نوهنا إلى مسبقا. الآن حتى ندخل على مفهوم المشتقة، مفهوم المشتقة أحتاج أنه دالة الإزاحة اللي أصبحت عندي دالتين للإزاحة زت 1 وزت 2 لازم أشتقهم. فمن أبدي أشتق حتى أدخل على مفهوم المشتقة، يعني أنا ليش اشتقيت الإزاحة؟ من أشتق الإزاحة أحصل فيزيائيا أحصل velocity vectors يعني متجهات السرعة. إذن أنا لما أجي أشتق أنا لأن محتاجة المشتقة، أنا أريد أثبت فتشيل المشتقة في موجود في نص المبرهنة. إذن بديت أشتق فصار عندي velocity vector z1 prime z2 prime w1 prime w2 prime طبعا all of them tangent to their curves for all t، هذا شيء معروف. إذن نبدي برهان راح نركز به عندما t يساوي لنا صفر، أي عند مرحلة السكون. عند مرحلة السكون هي أفضل منطقة أو أفضل فترة للبرهان، فراح يصير عندي z1 prime هو tangent c1 at z0، z2 prime هو tangent إلى c2 at z0. إذن هسه راح أبدي بعد ما اشتقيت راح أبدي أخذ الأرجومنت لكل منهم، راح أبدي أخذ الأرجومنت z2 prime عند الصفر وأرجومنت z1 prime عند الصفر، ثم أخذ الفرق فيما بينهم، وأكيد أخذ الفرق لأرجومنت z2 prime minus أرجومنت z1 prime، وصير عندي فورميلا جديدة أسميها 1. بعد هذا نفس الشغل أشتغله على ما تم نقله إلى W plane، طبعا هذا شغلي كله بالZ plane. هسه أبدي أشتغل بالW plane. بالW plane أنا عندي عندي W1 يساوي لنا F of C1 ويساوي لنا F of Z1، هذا اللي عندي كأيضا فكتر أو كدالة للإزاحة. أبدي أشتق، من أشتق W1 برايم يساوي لنا راح أشتق F برايم في مشتقة ما موجود بداخلها، يعني مشتقة Z1 برايم، فراح يصير عندي Z1 برايم مضروب في F of Z1 برايم. ونفس الحالة إلى W2 راح يصير الـ W2 برايم يساوينا Z2 برايم مضروبة في F برايم عند Z2، وهكذا. وأبدي أيضا أخذ الأرجومنت لهم، راح يصير عندي أرجومنت Z2 برايم F برايم ماينس أرجومنت Z1 برايم F برايم للZ2، راح يصير عندي أيضا فورميلا جديدة رقم 2. بعد هذا بعد ما خلصت الفورميلا 2 أشوف أنه أبدي أناقش المشتقة هل تساوي صفر أم لا تساوي صفر. فأبدأ بكون إن المشتقة إذا كانت تساوي صفر شح يصير عندي، فأبدأ بالفورمولا 2 اللي هي حصيلة التطبيق والتحويل. طبعا هي حصيلة التطبيق والتحويل، هي لما أنت تنقل الشكل عندك من زت بلين إلى دبليو بلين، ما موجود في الدبليو بلين هو اللي يتم عند الفحص أو التشيك لما تريد أنت تثبته عادة في الدبليو بلين يتم. فأخذ المشتقة تساوي الصفر، فمن أجي أعوض المشتقة تساوي الصفر ألاحظ أنه الفورمولا 2 أصبحت undefined ما موجودة غير معرفة، في حين لما أخلي الـ F برايم لون لا تساوي لنا الصفر ألاحظ أنه الفورمولا 2 بالبداية أدخل الأرجومنت، الأرجومنت لها خاصية التوزيع بالجمع على الضرب، يعني تتحول أرجومنت لضرب دالتين إلى مجموع، وهي مشابهة لخاصية اللوغ فاكشن. فهنا أرجومنت Z2 برايم بلس أرجومنت F برايم ماينس أرجومنت Z1 برايم ماينس أرجومنت F برايم، طبعا هنا السالب اللي اندخل فتحول الجمع. فألاحظ أنه أكو تيرمات عندي راح تتكنسل، وبالفعل تكنسلت هذين التيرمات كنسلوا، فالنتج عندي أرجومنت Z2 برايم ماينس أرجومنت Z1 برايم، أي نتج عندي رقم واحد، أي الفورميلا 1 أصبحت. إذن الدبليو بلين أعطاني ما موجود في الدبليو بلين أعطاني ما موجود في الزت بلين، وهذا شيء مهم
وهذا يؤكد على صحة البرهان، يؤكد صحة البرهان. فلذلك أصبحت الآن ما موجود عندنا في الـ W plane نقل بشكل متطابق لما موجود في الـ Z plane، فأثبت أنه الدالة هاي الهولومورفيك هي دالة conformal mapping من خلال وضع شرط أنه المشتقة لا تساوي الصفر. إذن في حالة المشتقة لا تساوي الصفر لأي نقطة من نقاط its domain، الدومين المعطى، فالدالة ستكون conformal mapping. إذن نكتفي بهذا القدر اليوم. شكرا للمتابعة.